المغربية والفجر السكور هنا من هنا بقاعة الوحدة بمدينة القنيطرة في هذا اللقاء، اللقاء الديربي، لقاء الأشقاء الأعداء بين فريق دينامو القنيطرة وأسود الخبازات. الخبازات تفيد أنس الطيبي كيمررها عند بعاد السنة، ولكن تصطدم بمروان جمال وكتخرج إلى الزاوية، الزاوية الأولى. هذه سامي حمداني الهدف، الهدف الأول لفائدة فريق دينامو القنيطرة، والتمريرة كانت ذكية من سامي حمداني نحو عميد فريق أنس بقالي اللي ما كيوجد أي صعوبة في التهديف. أنا الحارس ما عندش يريد يخرج، ولكن بذكاء كيمرها، يعني وضعية غير مريحة. والهدف هدف، هدف التعادل، تمريرة ذكية من اللاعب مؤد السدة، ما كيوجد مع الرضا الخيالي أي حل. كتمر الكرة عند أنس طيبي اللي كيسجل الهدف ديال أنس طيبي. الكرة كترفع العمود الأيمن وكترجع كتمشي عند ابن الوندوري، ولكن كتسدى له زكريا بنجاح، واحد المراوغة بالجسد من طرف اللاعب هادي. الكرة كتمر وغتسجل، والهدف الثاني. يعني كانت حركة تمويه جيد من اللاعب عادل هابي اللي كان يقدر انه غادي يشد الكرة وكيخليها كدوز، كدوز عند ايوب عادل هابي، وتصدي جميل لرضا الخياري، تصدي جميل لرضا الخياري، هدفة ديال اللاعب الوندوري. ايوب يقدم وكتر الكرة في العارضة، باقي خطيرة، ولكن مرة أخرى كيقدر سامي، ولكن تدخل جميل ديال الحارس ما عرفش يريدو، يريدو كيأكد الأحقية ديالو بحمل قميص جزائري. مراوغة جميلة ديال زكريا مندوري، لا لا وهدف، أنا كانت الكرة غتضيع، كانت الكرة غتضيع، لأن كانت تمريرات سريعة بين اللاعبين، وكادت كادت كادت، ولكن لأن أنس البقالي يعاود باش عوض يقذف، فضل يمرق اللاعب الجنوري كانت عند أنس البقالي، قذفة قوية، ولكن الحارس شريدو بالمرصاد، كترجع عند أنس البقالي، عند أنس طيب عفوا. وعاد سنا لاحظنا كان أنها كانت تكفيه، قلنا أنه هذه قذفة، ها اللي قلنا، هاللي قلنا ان هدف سجلوا اللاعب الحارس رضا الخياري اللي كيقذف مباشره الى المرمى باش كيتبع النتيجه 4-1. يعني هذا اللاعب الطائر مغامره كبيره، خاصه ملي كتكون باقى المده طويله ديال اللقاء، يعني شخصيا ما نقدرش. وندوري حمداني، والهدف هدف الخامس، هدف الخامس لفائدة فريق دينامو. ما عرفتش اللاعبين ديال أسود الخبازات بعد الهدف الثالث نزلوا يديهم، وكان بإمكانهم أن سامي حمداني، هادو كلهم في هذه اللحظة هذه كيعلن الحكم الصفر، كيعلن نهاية هذا اللقاء بفوز فريق دينامو القنيطرة أمام أسود الخبازات بخمسة أهداف لهدف واحد. يا نتيجة بكل صراحة لا تعكس المستوى الإجمالي ديال المقابلة. إذا كان معكم معلقكم عمر شباك في التعليق وفي التصوير محمد بن القدا، إلى اللقاء في فرصة أخرى.